التحيات والتحديات في هذه الأمسية، والتهنية كذلك لهجنة العاصفة على انتزاع رمز المحليات الأصائل. على بركة الله مشاهدين الأعزاء يسير هذا الشوط حاملا تحديات جديدة وتحديات أخرى مماثلة في هذا المساء، تستحق المتابعة والإشادة من كل الأخوة المتابعين وجماهير وعشاق هذه الرياضة. يسير شوطنا الذي يسير أمامكم هو الشوط السابع المخصص للأبكار المحليات الأصائل لتنطلق في هذه الدفعة وهذه النخبة بهذه الشعارات المعروفة والأصيلة. المركز الأول تقدمت غبة من هجن العاصفة تسير نحو المركز الأول بأدائها المعروف والمنطلق والواثق حمد بن راشد بن يغدير من يتحكم بزمام الأمور والانطلاق، بينما المركز الثاني تصل من خلال هذه اللحظات اليازي وتحتل المركز الثاني، تعود الملكية لهجن الرياسة، بينما التضمير والمتابعة للبارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. أما المركز الثالث فنقلة تالية على الشاهينية التابعة لهجن الرياسة وهذه الامبراطورية، بينما في التضمير عوض بن مبارك المهيري يحتل المركز الثالث. والمركز الرابع وصلت الآن الشاهينية من هجن الرياسة، بينما المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من قدم الشاهينية في مستوى هذا الشوط. المركز الخامس الآن نسير إلى تواجد، ها هي مشاهدين الكرام بيدا في المركز الخامس، تعود الملكية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي من يحتل المركز الخامس. والمركز السادس جواهر من هجن الرياسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير والتدريب. أما المركز السابع نقل مشاهدين الأعزاء إلى سرابة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، ويأتي الصادق فضل الأمين ليقدم لنا سرابة في هذا الملتقى. المركز الثامن نقل إلى شعار سمو الشيخ حمدان اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، ها هي السرابة ومسري بن سالم بالعرطي الحميري من يحتل المركز الثامن. المركز التاسع وصلت فيه هنا سلهود اسمه الشيخ راشد بن سعود المعلى وسالم بن خلفان بالشاوي الأغفلي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز العاشر هناك لهجن الرياسة والمضمر والمتابع مشاهدينا الأعزاء مع هذه الانطلاقة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. هكذا هي النتيجة أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة لأول ندى لناموس هذا الشوط، هو الشوط السابع المخصص للمحليات الأصائل في مساء الرموز، في مساء الحمر، وفي مساء التحدي مع الثمانية كيلومترات مشاهدين الكرام في انطلاقاتها. هنا الكبار تتقدم في هذه اللحظات وتسير بمسار القوة والكبرياء، ولكن نعود إلى المركز الأول والعودة إلى غبة، لا زالت هي المسيطرة، لا زالت هي المسيطرة مشاهدينا الكرام هنا في هذه العاصمة، عاصمة الميادين هنا في الوثبة وها في هذه البحيرة. وغبة لا زالت المسيطرة لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، لا زال يتقدم ويقدم غبة على المركز الأول وصدارة الشوط، بينما المركز الثاني اليازي متواجدة في المركز الثاني لهجن الرياسة مع المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. بينما هنا نتابع الانطلاقة وهنا التوقيت الزمني الأفضل والأجمل على شاشة التلفزيون، تأتي من ولهجن الرياسة صاحبة الشوط المفتوح ب 12 دقيقة 39 ثانية وثمان من الأجزاء من الثواني، صاحبة التوقيت الأفضل والأجمل حتى هذه اللحظة في ناموس هذا المساء. بينما المركز الثالث الآن نتابع ونقدم الشاهينية لهجن الرياسة، ويأتي عوض بن مبارك المهيري في التضمير. أما المركز الرابع وصلت الشاهينية من هجن الرياسة، ويأتي راشد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم المستحيل في هذا اللقاء وفي هذا التحدي. بينما نتابع مشاهدينا الكرام على شاشة ياس هناك لحظات التتويج ولحظات التوقيت الزمني ولحظات الجديد والجديد الدائم على هذه الشاشة العملاقة، ولكن أشوف المركز الخامس وصول من قبل بيدا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، يتقدم سعيد بن مبارك
الوهيبي في عملية التضمير ليحتل المركز الخامس. المركز السادس الآن هجن الرياسة تقدم لنا جواهر بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي المميز. والمركز السابع هناك شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان والصادق فضل الأمين من يدير عملية التضمير بوجود سرابة على المركز السابع. المركز الثامن وصلت الآن سرابة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري. بينما المركز التاسع وصلت فيه سلهود لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى وسالم بن خلفان بالشاوي الأغفلي. بينما المركز العاشر وصولا مشاهدي الأعزاء من الحذرة لهجن الرياسة وياتي سهيل بن دري الفلاحي في عملية التضمير والتدريب. هذه الأسماء المنطلقة حتى هذه اللحظات والمشاركة في ناموس هذا الشوط. بينما تسير الأسماء وتسير التحديات نحو ناموس هذا الشوط التي تتحكم بعملية القيادة فيه والمسار من غبة من غبة. لا زالت أيها الحفل الكريم هي المتقدمة هي المسيطرة حتى هذه اللحظات بدون منافس على الإطلاق. تتقدم لهجن العاصمة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير لا زال على المركز الأول ولا زالت غبة هي المتقدمة في ناموس هذا الشوط. أينما حلت وأينما سارت هنا شعار هجن العاصفة عندما يتقدم يكون خطرا كبيرا في مسار الانطلاقات والتحديات. ولكن أرى المركز الثاني نسير إلى المركز الثاني أين تجد وأين تجد المركز الثاني فإنها اليازي متواجدة لهجن الرياسة وبقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي واصل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات مع البارع مع البارع. ولكن المركز الثالث نقله إلى تواجد الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة عوض بن مبارك المهيري يحتل المركز الثالث. مشاهدينا الأعزاء والشاهينية الأخرى لهجن الرياسة مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بن السم المنصوري من يحتل المركز الرابع. أيها الحفل الكريم المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات بيد احتلت المركز الخامس لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف الهيان. المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي يحتل المركز الخامس. هذه الخماسية حتى هذه اللحظات. المركز السادس سرابة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان وياتي صادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. ولكن أرى وأتابع المركز السابع هناك سرابة أخرى لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء حتى هذه اللحظات هذه علامات هذا الشوط هذه علامات وعنوان هذا الشوط. لكن نعود إلى القمة واثنين كيلومتر المتبقية بوابة الانتصارات بوابة العبور وغبة لا زالت مسيطرة لا زالت مسيطرة وأكيد لديها الكثير عند الاندفاع الأخير. هنا غبة لهجن العاصفة لا زالت مسيطرة لا زالت مسيطرة. ها هي غبة أمامكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء بدون منافس على الإطلاق تقدمت وسارت وأبعدت المسار في مستوى هذا الشوط بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير لا زالت على المركز الأول. بينما المركز الثاني نشوف المركز الثاني أيضا لا تزال اليازي لهجن الرياسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي من يتحكم بزمام ثاني المراكز حتى هذه اللحظات. والشاهينية في المركز الثالث بدأت تقترب مشاهدينا الأعزاء لهجن الرياسة المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. لكن المركز الرابع وصلت الآن بيدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد الهيان المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الخامس نشوف خلاص وصلت سرابة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. مشاهدينا الأعزاء هكذا هي النتيجة حتى هذه اللحظات ونحن نقترب من الكيلو الأخير نقترب من الكيلو الأخير. ولكن خلاص راحت غبة
راحت غبة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء بناموس هذا الشوط لهجن العاصفة حتى هذه اللحظات بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير في الكيلو الأخير هي من تجسد تاريخ وناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظات هي المسيطرة. ولكن أرى وأشاهد شعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان يقدم بيده على المركز الثاني، ولكن أرى الشاهينية الهجن الرئاسة بدأت تقترب على المركز الثالث بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري قدم الآن الشاهينية غيرت الشاهينية انطلق الشاهينية وسارت أيها الحفل الكريم بمسار التحدي والقوة. ها هي الشاهينية في اللحظات الأخيرة غيرت الناموس غيرت واستلمت قيادة الشوط الثلاثمية متر الأخيرة، والشاهينية راحت بناموس هذا الشوط راحت بالتحدي والانطلاق المثير والخطير والكبير لتأتي الشاهينية وتصل بناموس هذا الشوط لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لشعار هجن الرئاسة، وكذلك إلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني تصل فيه سرابل اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، بيدة في المركز الثالث اسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، المركز الرابع تصل فيه غبة لهجن العاصفة، والمركز الخامس سرابل اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم احتلت المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة وهذا التواصل وهذا التحدي. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء نتيجة هذا الشوط تمت من خلال الانطلاقة والتواصل والتحدي، وكان بالفعل شوطا مميزا حماسيا، ولكن كانت غبة في مسار الشوط تحكمت حتى هذه المسافة المتبقية 300 متر الأخيرة إلى أن وصلت الشاهينية واستلمت مسار هذا الشوط بقوة الاندفاع وبقوة هذا الشعار وقوة هذا المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، حيث حققت 12 دقيقة 58 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز لهجن الرئاسة وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هنا سرابة من حلت في المركز الثاني مشاهدين الأعزاء لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بقيادة صادق فضل الأمين. 13 دقيقة ثانية واحدة وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس وأسعد الله مساك يا صادق. بينما المركز الثالث أيها الحفل العزيز مشاهدينا الكرام كان من خلال التواجد هنا بيدا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان ب 13 دقيقة ثانية واحدة وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس كذلك إلى المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي على هذا الانتصار وهذا الإنجاز في مستوى هذا المساء الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام.